أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطنه في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تغني في ملهى ليلي بمراكش بعد فترة قصيرة من ولادتها. وأثار الفيديو جدلا واسعا بين النشطاء، حيث اعتبر البعض أن دنيا بطمة يجب أن تكون رفقة طفلتها في هذه الفترة للاعتناء بها ورعايتها عوض الغناء والرقص في الملاهي الليلية. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.